فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. خلي بالك ان الآيات دي نزلت مش مع بعض متفرقة، يعني اول شيء ربنا ارسل عليهم الطوفان المطر الشديد الذي يغرق الزروع والأراضي والثمار ويهلك الزرع، وده طبعا يؤدي إلى مفسدة، يحصل لهم قحط شديد ونقص شديد في الغذاء، وده طبعا آية من آيات الله عز وجل. فهنعرف الآية اللي بعدها يقع عليهم هذا العذاب فيقولوا يا موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز يعني العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وأنا قلت لك إن من أهداف دعوة سيدنا موسى إنه يخرج ببني إسرائيل من هذا العذاب الذي يعذبه لهم فرعون وآله، فقالوا خلاص حنآمن بيك ونرسل معك بني إسرائيل. فسيدنا موسى يدعي ربه إنه يرفع عنهم هذا البلاء، فإيه فينكثون في عهودهم، فربنا يبتليهم ببلاء آخر. يبقى أول حاجة كان إيه؟ الطوفان. وربنا لما قالوا خلاص هنآمن بس يرفع عنا الطوفان، ربنا عز وجل رفع عنهم الطوفان فرجعوا لكفرهم. شيء في منتهى الحجب. فربنا أرسل عليهم إيه بعد كده؟ والجراد. والجراد بس بقى مش جرادتين ثلاثة، جراد كثيف أتلف الزروع والثمار وأهلك الأبواب والسقوف والبيوت. ما أنت متخيل لو الجراد كمية ضخمة جدا وكل جرادة خدت ولو شيء قليل ستهلك الحرث والنسل والزرع. فالجراد كان من الكثرة بمكان أن أفسد عليهم حياتهم. وورد في بعض الأحاديث إن الجراد جند الله الأعظم، وهذا حديث لا يصح. ورد أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتهادين الجراد على الأطباق، وهذا أيضا حديث لا يصح، عشان وانت بتقرأ الكتب تفهم أو تعرف الصحيح من الضعيف. إنما صح في شأن الجراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. يبقى ينفع ناكل الجراد؟ ينفع. كونك ما بتحبوش دي قضية تانية، بس من ناحية الشرعية جائز أكله؟ نعم، يموت وتاكله ما فيش أي مشاكل. وبعض إخواننا في الخليج بيأكلوا الجراد عادي ما فيش مشاكل. طيب فهم راحوا قايلين يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. شوف ربنا عز وجل يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة مع إخلاف وعدهم مرة بعد مرة، وهم برضو يخالفوا العهد بعد ما ربنا يرفع عنهم العذاب فيخالفوا العهد فيبتليهم بعذاب آخر. المرة دي إيه؟ القمل. والقول الراجح نقول القمل المعروف اللي في اللي بيبقى في الراس، بس زي ما قلت لك بقى مش قملتين ثلاثة، لا قمل كتير لا تستطيع أن تهنأ بحياتك ولا بأكل ولا بشرب. متخيل لو القمل ده كثيف جدا في شعرك وفي جسدك وملازمك طول الوقت لن تستطيع أن تنعم بحياة، ويصيبك بقى ويقرصك ويقطع من لحمك ويعورك، طبعا الأمر شديد، بلاء شديد جدا. فهم يلجأوا دايما لسيدنا موسى إن ربنا يكشف عنهم العذاب، ولو كشف عنهم العذاب حيأمنوا، فربنا يكشف عنهم العذاب فيعودوا في عهودهم، فربنا يبتليهم بعذاب آخر. والمرة دي كان إيه؟ الضفادع. ضفادع في كل مكان، يجي يأكلوا لا الضفادع تطلع كده قدام عينيهم وفي هدومهم. تتخيل شيء صعب.
الواحد بيبقى قلقان ان في فار في الشقه، يبقى اللي مش عارف يقعد في فار ولا في برص مثلا، صح ولا غلط؟ تبقى قلقان كده ومش مش مستريح، وهو واحد بس، فبالك في جيش من الضفادع في بيتك، لدرجه البعض المفسرين قالوا كان يقفز الى افواههم. انا مره كنت بشرح ضفدعه، كان عندنا لازم تشرح الضفادع، فكنت بشتري ضفدعه من الكليه عشان ايه في البيت اشرحها كنوع من التدريب. فانا فتح لها فتحات كده في الكيس عشان ما تموتش، وهي كل شويه تطلع دراعها وانا ايه اشمئز من المنظر، لغايه فجاه لقيت ايه الكيس فاضي والضفدعه جريت فين بقى؟ تحت الثلاجه، وقعد بقى في قمه التوتر. الضفدعه في بيتك ومش عارفين لها طريق، لا تعرف تنام ولا تعرف تاكل، وقلقان وصوت من هنا وصوت من هنا، وهي ضفدعه واحده. فبالك بقى ان ضفادع كثيره، فما تستهونش بهذا الامر. طول ما هي الضفادعه هتعمل ايه؟ هتعمل كتير. هي شكلها مش يخليك تشمئز اصلا، معناها لا ليها اسنان ولا بتعض، لكن تشوفها تتعب منها، من صوتها ومن جلدها، وبتطلع افرازات طبعا من جلدها، فشيء يعني. فده كان عذاب شديد برضه في اكلك وشربك، نسال الله العفو والعافيه. فطبعا يلجأوا لسيدنا موسى، هنآمن المره دي، فيا ربنا عز وجل يرفع عنهم العذاب فينقض العهود. ايه الحكايه؟ ايه التمسك بالكفر ده؟ فربنا ارسل عليهم الدم، ينزلوا الدلو في البير، بدل ما يطلع ميه يطلع دم، شكل الدم مفزع. يروحوا البحر يلاقوا دم، وانعدم الماء، وتحول كل الماء في الآبار وفي الأنهار إلى دم. ده أيضا شيء يعني صعب وبلاء شديد. عشان كده سيدنا موسى ما جاش بآية العصا واليد تخرج من جيبه، يعني فتحة الصدر بيضاء تتلألأ، إنما كان في آيات أخرى زي الجراد. دي آيات، لأن هي ما كانتش أمور يعتادها الناس، الجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان، آيات مفصلات. قال كثير من المفسرين مفصلات يعني مفرقات، يعني ما يجوش كلهم مع بعض. يجي البلاء يقولوا هنآمن، يرفع البلاء يرجعوا يكفروا، يجي البلاء اللي بعده. عرفت معنى كلمة آيات مفصلات؟ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يبقى يستحقوا الهلاك ولا لا؟ ده ربنا عز وجل أمهلهم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، وكلهم تشبث بالكفر وعدم الإيمان. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.